حافظ خير الكتب أسمعنا هدي القلب اقرأ من مصحف ربي واسمع ما ينطق شعبي كلمات قرآنية في لهجات يمنية لا عجب فإن بلادي أصل اللغة الضادية لهجة وقراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج لهجة وقراءة. وموضوع حلقتنا اليوم حول لفظ فلق في اللغة وفي القرآن الكريم وفي اللهجة اليمنية. الفاء واللام والقاف أصل صحيح يدل على فرجة وبينونة في الشيء، والفلق كما جاء في القرآن هو الصبح، قل أعوذ برب الفلق، لأن الظلام ينفلق عنه، وفلقه فانفلق وتفلق، والفلقة الكسرة من الجفنة أو الكسرة من الخبز يقال فلقة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن البكاء فالق كبدي، ويقال في رجله فلوق أي شقوق. والفلق بالتحريك كما جاء في القرآن وكما ذكرناه سابقا هو الصبح، وقولهم صار البيض فلاقا وفلاقا أي صار أفلاقا. والفلق بالكسر الداهية والأمر العجب، تقول أفلق الرجل وافتلق. والفليق بالضم أيضا نوع من الخوخ من الفاكهة تسمى الخوخ يتفلق عن نواه. والفيلق الجيش والجمع فيالق. ويقال أفلق فلان، أفلق فلان اليوم وهو يفلق بعجب. ويقال جاء فلان بالفلقان أي بالكذب الصراح. هذا كان تعريف فلق في قواميس اللغة. أما في اللهجة اليمنية فلفظ فلق معناه شق الشيء إلى نصفين، ومن ذلك فلق الحجر وفلق الفاكهة، وفلان فلق يفلق الحجر ويفلق الخشب، أو يفلق الأحجار ويفلق الخشب أو الأخشاب. ويقال لمن يبالغ في الكلام أو يأتي بكلام فيه كذب يقال فلان يفلق، بمعنى يأتي بكذب كثير. ونلاحظ أيضا من خلال اللهجة اليمنية واستخدام لهذا اللفظ أن هناك فرق بين الفلق والشق. أما في القرآن فهو بمعنى الفلق والشق سواء، ولذلك جاء في قصة موسى عليه السلام فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وجاء في قراءة أخرى وهي قراءة شاذة فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم. أما الفلق في استخدامة اللهجة اليمنية فالفلق للشيء الصغير، أما الشق للشيء الكبير فلا يقال فلق الجبل وإنما يقال فلق، وإنما يقال شق الجبل أو شق الجبل، لكن في الشيء الصغير يقال فلق. هذا معنى الفلق في اللهجة اليمنية. أما في القرآن الكريم فنستمع إلى تلاوة من كتاب الله تعالى وفيها هذا اللفظ فلق. لهجة وقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا
ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لهجة وقراءة. استمعنا إلى هذه التلاوة من كتاب الله تعالى، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى. وأيضا في قول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، عندما قال الله سبحانه وتعالى لموسى أن اضرب بعصاك البحر، قال تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وهناك قراءة أخرى فكان كل فلق كالطود العظيم. وكذلك قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وهو الصبح لأنه ينفلق عن الليل. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن كماله وعظمة سلطانه وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال إن الله فالق الحب والنوى، شامل لسائر الحبوب المزروعة والتي ينبتها الله تعالى في البراري والقفار، فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها، فينتفع من ذلك الخلق والأنعام
وكذلك الفلق أو الفلق في قوله تعالى أو الفلق في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. والفلق هو الصبح إذا انفلق من ظلمة الليل. وقيل الفلق هي الأنهار لأنها مخلوقة من الأرض أو مشقوقة من الأرض. من خلال ما سمعنا من تعريف فلق في أقواميس اللغة وكذلك في القرآن الكريم وفي التفسير، فيظهر لنا أن لفظ فلق بمعنى الشق، والفلقة أو الفلقة الكسرة إما من الحجر أو من الإناء أو من الخبز، وهو أحد شقيها. والمعنى المحوري لهذا اللفظ هو شق الشيء شقا نافذا إلى عمقه، كقوله تعالى في سورة الأنعام إن الله فارق الحب والنوى، أي يشق الحبة ونوى التمر. والفلق شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لك شل العطيف خبط وخبط على الرأس لما فلقوا نصين ورجعنا سحبنا عند الدكتور عمل له رقتين والحمد لله. أصحف ربي واسمع ما ينطق شعبي كلمات قرآنية في لهجات يمنية، لا عجب فإن بلادي أصل اللغة الضادية لهجة وقراءة.